علشان كده انا بشوف انه اتخانقوا في البدايه. انا ما احبش العلاقات اللي بتبقى 3 4 شهور ويتجوزوا. انا بحب انه ياخدوا وقتهم، بحب انه تكتشفوا الخناق ما فيهوش. انا شفت ناس بيتخانقوا يوميا وما شاء الله حياتهم زي الفل يوميا، لكن في احترام اثناء الخناقه، في موده اثناء الخناقه، انه انا عارف النقط اللي ممكن توجعك انا ما بدوسش عليها، لكن في اسلوب انه انا اشوف الضغط اللي هيسيء ليكي فين واللي هيجرحك فين فاخد بيه حقي. فعلشان كده دي نقطه انه احنا واحنا بنختار ناخد بالنا قوي ان الحب مش هو اللي بيقوم العلاقه، هو بيساعد في اوامان العلاقه. محتاج اراده قويه جدا ان اللي قدامك يتغير. اوكي، انا من مدرسه ان كل شيء في الدنيا بيتغير، الطبائع بتتغير، ولكن محتاجه اراده قويه جدا. فان وجدت الاراده في اللي قدامك لازم تشوف التغيير من البدايه. ما ينفعش انك تقول لما نتجوز، لان كل حاجه بتقابلها في الخطوبه انت هتقابلها 10 اضعاف في الجواز، لانك الخطوبه هي التست المصغر للجواز. انت لما هتكونوا مقفول عليك باب، لما يكون القرار زمام القرارات في ايد انت وهو، خلاص هنا ما بقاش فيه بقى تجربه. هنا بقى فيه ان القرار لو ما خدش القرار بحكمه وباحترام للي قدامه هو اذا المعيار هنا هو انك يبقى عندك ادراك طول الوقت. يعني انا ممكن ابقى مغيب وممكن يبقى عندي ادراك. الفرق ايه؟ انا قلت الحواجز اللي بتمنعك عن الادراك اللي هو الحب والانبهار. كلما كنت بتحب كلما قل الادراك. علشان تكون مدرك لازم تبقى مراقب العلاقه وما تفوتش الهوى. ما تفوتش الهوى. وانا مش بقول خليك معقد، لا، خليك بقى لو هو انك تدقق خليك مدقق وخليك معقد، علشان الحاجه الصغيره لازم تعرف سببها ايه. ما هو ممكن واحد يتعصب ولكن شيء عارض، هو مش طبعه كده، ولكن ممكن خلال يومين بيتعصب يومين 4-5 مرات. ما تقوليش بقى انه في يوم وليله هيرجع خلاص صح. هو دي هيبقى ده طبعه. ممكن تغييره، ولكن انت تستطيع انك تتحمل الخطوره انه ما يتغيرش.